بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض المحاضرة التانية في جزء الليبيد ميتابوليزم. احنا كنا خلصنا المحاضرة اللي فاتت لحد اللي هو البيتا اوكسيديشن، يعني مش البيتا اوكسيديشن بقى بس كل عمليات الاوكسيديشن بتاعة الفاتي اسيد. هنبدأ بقى النهاردة ناخد كده عملية بسيطة خالص ان شاء الله، والمحاضرة بتاعة النهاردة تعتبر سهلة وبسيطة بأمر الله. هناخد حاجه اسمها الميتابوليزم اوف اديبوس تيشو، يعني الحاجه اللي موجوده جوه الاديبوس تيشو ازاي هعمل لها ايه ميتابوليزم. طيب اول حاجه، اديبوس تيشو دي معناها اللي هي الايه، الانسجه الدهنيه، يعني الخلايا الدهنيه اللي موجوده في الجسم. لازم الاول نعرف انواع الفاتس اللي موجوده داخل الجسم. عندنا حاجه اسمها ديبو فات، التي سايلنت، التي سايلنت اللي هي الدهون المخزنه، والتيشو فات. هنبدا الاول بالديبو فات او الديبو فات، ماشي، ونشوف الكاركترز بتاعتها، وفي الاخر هنشوف التيشو فات، وفي الاخر هنشوف مقارنه بين الاثنين. حلو. اول حاجه اللي هي الديبو فات دي هي الدهون المخزنه داخل الجسم، وبالتالي بقول عليها الاستورج فورم اوف فاتس. طيب ايه مكونات الدهون دي؟ يعني هي هل هي مثلا فوسفوليبيد، هل هي كوليسترول، هل هي ترايجلسرايد؟ قال لك لا، دي ار فيرمد فورمد مينلي اوف ترايجلسرايد، يعني الترايجلسرايد هو المكون الرئيسي للديبو فات. طيب الحته بقى المهمه جدا جدا جدا، ان هي بتسمى الفاريابل ايليمنت، يعني العنصر المتغير. ليه العنصر المتغير؟ لان نسبتها ما بتبقاش ثابته طول الوقت، بتتغير على طول. ليه بقى؟ لان كميتها ممكن تزيد لو حصل تصنيع للترايجلسترايد، اللي هي عمليه اللايبوجينيسيس، لايبوجينيسيس او لايبوجينيسيس ايا كان، اهم حاجه تعرف تكتبها. او كميتها ممكن تقل، كميتها ممكن تقل لو حصل اللي هو تكسير للترايجلسترايد، اللي هي عمليه اللايبوليسيس او لايبولايسيس ايا كان، اهو increase or decrease according to body needs، يعني زي ما البادي عاوز. طيب ايه الفانكشنز بتاعتها؟ اول حاجه هي سورس اوف انرجي، يعني الدهون حاجه مخزنه، حاجه زي الجلايكوجين كده. زي احنا الجلايكوجين كنا في الظروف الصعبه بتاعه الفاستنج او الستارفيشن كنت بكسره وبطلع منه جلوكوز يدي الجسم طاقه. هنا نفس الكلام، هنا البادي بيستخدمها ديورنج فاستنج كسورس اوف انرجي، لانها لما بتتكسر الترايجلسرايدز دي بتديني فاتي اسيد وجليسرول، والفاتي اسيد دي زي ما شفنا ان هي ممكن تحصل لها اوكسيديشن، وخصوصا البيتا اوكسيديشن، وتديني كميه كبيره جدا من ايه، من الطاقه. كمان بتشتغل كانسوليتور، انسوليتور يعني زي ماده عازله. دايما كده يقول لك مثلا انا هجيب مثلا اسلاك الكهرباء واعزلها بماده عازله، بيتحط كده تحت اسلاك الكهرباء كده. نفس الكلام بالظبط، الدهون دي بتكون موجوده تحت الجلد، فبتشتغل كانسوليتور اندر ذا سكين اند اراوند نيرف، ايه، نيرف فايبرز. كمان سبورت اند فيكسيشن اوف انترنال اورجانز، دي بتشتغل كده زي دكاتره زي طبقه الاسمنت. الاسمنت كده انت لما، او الاسمنت الابيض بالذات، لما بتثبت بيه حاجه مش بيثبت جامد قوي. طيب الحاجه دي لو انت ما هتطلعش الاسمنت الابيض ايه، هتتحرك من مكانها. نفس الكلام بالظبط بالنسبه للدهون، الدهون دي بالذات بتعمل طبقه كده زي طبقه تثبيت حوالين الايه، الانترنال اورجانز، وخاصه الكدني. لو مش موجوده هتلاقي الكدني مش في المكان بتاعه الطبيعي، الليفر مش في المكان بتاعه، وبالتالي بتشتغل كايه، فيكسيشن الاورجان. كمان بتشتغل كبروتكشن اجينست تروما، يعني لو حصل مثلا تروما مثلا او حاجه، او الشخص ده اتعرض لحادثه ممكن تعمل له بروتكشن. طيب احنا قلنا ان هي بتتعرض لعمليتين، عمليه اللايبوجينيسيس وعمليه اللايبوليس. تعالوا نتكلم عنهم كده. اول حاجه عمليه اللايبوجينيس، اللايبوجينيسيس قلت لك هي عمليه التصنيع، بصنعها من الجليسرول والايه، والفاتي اسيد، يديني ترايجلسترايد. It is the formation of triglyceride from glycerol and ايه، and fatty acid. طيب الخطوات بتاعتي بقى سهله خالص خالص خالص. انا عندي جليسرول وعندي فاتي اسيد، هربطهم ببعض يديني ترايجلسترايد. بس الاول لازم اعمل اكتيفيشن للجليسرول واكتيفيشن للايه، للفاتي اسيد. طيب الاكتيفيشن بتاعت الجليسرول بقى، الحمد لله كان في نقطه هنا كانت بتتشرح، كانت كبيره شويه، الدكتوره ما شرحتهاش. زيه زي اي اكتيفيشن بانزيم الجليستروكاينيز، يعني بانزيم الكاينيز انزيم بيحتاج جزيء اي تي بي، وبحط مجموعه فوسفيت عند كربونه رقم 3، بقول على المركب اللي طلع ده اللي هو ده 3 جليسترول فوسفيت او جليسترول 3 فوسفيت، او ممكن زي ما نقول الدكتوره قالت الفا جليسترول فوسفيت، ده هو الاكتيف فورم من الايه، من الجليسترول. حلو، يبقى دي الاكتيفيشن بتاع الجليسترول. بعد كده بقى عندنا الفاتي اسيد اللي هو الار سي دبل بوند او او اتش،
ده سهل ان انا اعمل له اكتيفيشن خالص بانزيم السايوكاينيز او الكاينيز انزيم. طبعا الفاتي اسيد اي اسيد لازم اعمل له اكتيفيشن عن طريق ان انا احوله للكو اي فورم بتاعه، يعني اضيف له كو انزيم ايه. طيب انا هضيف له كو انزيم ايه منين؟ قال لك من الكو اي اس اتش. حلو، يديني ار سي دبل بوند او اس سي او اي، ده اسمه اسايل، اسايل مش اسيتايل كو اي. لو الار دي سي اتش 3 يبقى هي الاسيتايل كو اي. جميل، يبقى ده اسمه الاسايل كو اي، هو الاكتف فورم من الفاتي اسيد. طيب نشوف عمليه التصنيع بقى، انا كونت جليسرول وكونت اسايل كو اي، نربطهم بقى ببعض. بص معايا، ادي الاكتف فورم اهو بتاع الجليسرول. جميل، هضيف له فاتي اسيد سي او ار سي دبل بوند او اس سي او اي او سي او اي ايا كان، بانزيم الاسايل ترانسفيريز، او ممكن اريح دماغي واقول ترانسفيريز انزيم. ايه اللي هيحصل بقى يا دكاتره؟ قال لك شفت مجموعه الكو اي دي، هتخرج في صوره كو اي اس اتش. جميل، وبعدين طب هتجيب الاتش منين؟ قال لك من اول كربونه خالص في الجليسو. وبعد كده بعد ما تخرج السي دبل بوند او ار 1 تمسك في الايه، في الاو بالشكل ده، يديني سي اتش 2 او سي دبل بوند او ار 1، وكمل بقيه الملكيول زي ما هو. بقول على المركب ده مونو اسايل جليسرو فوسفيت. مونو اسايل، ادي اسايل مونو يعني واحد بس، جليسرو فوسفيت، او بقول عليه اسمه لايزو فوسفاتيدك اسيد. طيب الخطوه الثانيه نفس اللي انا عملته هنا هعمله هنا. اللايزو فوسفاتيدك اسيد ده اهو، هضيف له برضه الفاتي اسيد بتاعي اللي هو الاكتيف فورم، هيضاف عند الكربونه الثانيه الفري، لان انا لسه الفوسفيت دي من الاخر عامله لي بروتكشن لاخر مجموعه الكحول، فما ينفعش اضيف عليها غير لما الاثنين التانيين ينضاف عليهم المجموعه بتاعت الايه، الاصايل. يبقى هيديني الفوسفاتيديك اسيد، الاسم ده مهم جدا 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 جدا. الفوسفاتيديك اسيد ده انترميديت في عمليه تصنيع التراجل سترايب، والدكتوره بتحب الحته دي قوي، وهناخد ان شاء الله المحاضره اللي جايه ان هو برضه هيستخدم كانترميديت في تصنيع حاجه معينه هنقولها. حلو، يبقى هيضيف لي المجموعه الثانيه اللي هي الار 2 سي دبل بوند او على الكربون رقم 2. طيب انا بقى عايز اخلي المجموعه دي فري، طب هعمل ايه؟ قال لك هعمل هكسر البوند دي بالفوسفاتيز انزيم اهو، الفوسفاتيك اسيد، او ممكن اقول عليه داي اسايل جليسرول فوسفيت، هضيف له ميه ماشي ويخرج لي ان اورجانيك فوسفيت. جميل، ويرجع لي الجليسرول زي ما كان اللي هي سي اتش 2 او اتش، ده اسمه ايه بقى؟ بص كده، ده مجموعه الكحول وماسك فيها فاتي اسيد، ومجموعه الكحول وماسك فيها فاتي اسيد، وادي ايه سي اتش 2 او اتش مجموعه الكحول، ده اسمه داي اسايل جليسرول او الداج، داي اسايل جليسرول. الداي اسايل جليسرول بقى هرجع اعمل نفس الخطوات اللي عملتها في الاخر، واحط برضو اخر فاتي اسيد يديني التراي اسايل جليسرول او التراي جليسرايد. يبقى العمليه سهله خالص، ثلاث خطوات بستخدم فيهم الترانسفيريز انزيم، وخطوه واحده بستخدم فيها الفوسفاتيز انزيم. طيب نكمل اللايبولايسس. اللايبولايسس يا دكاتره هي عمليه تكسير التراي جليسرايد الى جليسرول وثلاثه فاتي اسيد. الباسوي مش عليك، الباسوي مش عليك، ملغي ماشي الحمد لله، متشال من عليك. الانزيم اللي بيعمل العمليه دي اسمه فات سيل لايبيز، او ممكن تسمعه من حد تاني لو ده، عشان لو دخلت له شفوي ما تتخضش من الاسم ده، اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز، هرمون سنسيتيف لايبيز. جميل، طيب انا مش هاخد الباسوي بس، هنا هاخد الريجوليشن. الريجوليشن هو الكي انزيم هنا، هو الفات سيل لايبيز ده، زي ما احنا خدنا في الكربوهيدرات وزهقنا من الباسوي ده، ليه تو فورم، اما دي فوسفوريليتد فورم ودي فوسفوريليتد فورم. طيب هنا بقى الانزيم ده الفوسفوريليتد فورم هو الاكتف، اما دي فوسفوريليتد هو الانكتف، وبالتالي ركز كده معايا في الايه، في الباسوي، الاي تي بي تتكسر بالادينيل سايكليز لسايكليك ام بي بالفوسفودي استريز، يديني الادينيليك اسيد او الاي ام بي او الاي دي بي ايا كان، ما يهمنيش خالص، انا اهم حاجه عندي الانزيمين دول. السايكليك ام بي ده بقى بيعمل ستيميليشن للبروتين كاينيز اللي يحول الدي فوسفوريليتد فورم لفوسفوريليتد فورم، يعني هيحول لي الان اكتف الى اكتف. وبالتالي في نقطه مهمه قوي قوي قوي، قال لك ان السايكليك اي ام بي هو اللي بيعمل ستيميوليشن لللايبوليز. طب طبيعي، ما هو لما يزيد السايكليك اي ام بي هيزود البروتين كاينيز، فهيزود تحويل الان اكتف فورم الى الاكتف فورم. يبقى اي حاجه هتزود السايكليك اي ام بي هتزود لي العمليه دي،
واي حاجه هتقلل السايكليك ام بي يبقى هتقلل العمليه دي. طيب الهرمونز بقى، الهرمونز قال لك ان في بعض الهرمونات بتعمل استيميوليشن للايبوليسيس عن طريق ان هي بتزود السايكليك ام بي. ازاي؟ عن طريق ان هي بتحفز الانزيم ده اللي هو الادينايل سايكليز، وبالتالي هيزود تحويل الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي. الهرمونات دي ايه؟ هي الانتي انسولين هرمون، الانتي انسولين هرمون زي الابنفرين ونور ابنفرين والجلوكاجون واي، بص انتي انسولين هرمون كلها. حلو. في بقى هرمونات بتوقف اللايبولس، بتوقف اللايبولس ازاي؟ عن طريق ان هي بتوقف الانزيم ده، بتوقف الانزيم ده اللي هي مين؟ زي الانسولين وبعض النيكوتينيك اسيد وكمان البروستاجلاند. طيب في بقى بعض المواد ان هي بتحفز اللايبوليسيس عن طريق ان هي بتوقف الانزيم ده. لو وقفت الانزيم ده يا دكاتره يبقى انا بوقف تكسير السايكليك ام بي للادينيليك اسيد، وبالتالي هيزيد تركيز السايكليك ام بي ويحفز لي التفاعل. مين السبستانس دي بقى؟ الكافيين اللي موجوده في القهوه. يبقى ركز لان الحته دي مهمه. الهرمونات اللي بتزود اللايبوليسيس الانتي انسولين، الهرمونات اللي بتقلل اللايبوليسيس الانسولين. المواد مش الهرمونات اللي بتزود اللايبوليسيس عن طريق ان هي بتعمل انهبيشن للفوسفودايستريز هي الكافيين. جميل. يبقى كده احنا عرفنا الريجيوليشن بتاع الفات سيل لايبيز. نيجي بقى للتيشو فات. التيشو فات يا دكاتره الكاركترز بتاعتها هي موجوده في كل الخلايا، هي الفاتس اللي بتدخل في تركيب الخليه ذات نفسها زي اللي موجوده في السيل ميمبرين والميتوكوندريال ميمبرين وهكذا. طيب المكون الرئيسي ليها بقى ايه؟ قال لك المكون الرئيسي ليها هو الفوسفو ليبيدز، هو الفوسفو ليبيدز. جميل. لكن الديبو فات كانت ترايجلوسرايد. قال لك هي بقى كونستانت اليمنت، يعني حاجه ثابته لا بتحصل لها لايبوليسيس ولا بيحصل لها لايبوجينيسيس، لان لو اتكسرت يبقى انا كده بكسر اللي هو الليبيدز بتاعت الخليه، يبقى كده كل حاجه هتبوظ والاورجانيلز هتخش على بعضها، فاهمني؟ فكده تركيب الخليه هيبوظ. جميل. وبالتالي هي نوت اوكسيدايزد تو بروديوس انرجي. طيب نشوف المقارنه بقى. الاستراكشر معروف اللي هو هنا ترايجلسرايد هنا فوسفوليبيد. بص بقى هنا في نيتروجين وفوسفيت او فوسفورس ايا كان، ان وبي. الان وبي كده تتوقع يكونوا موجودين فيه في الدبوت فات ولا في التيشو فات؟ قال لك موجوده في التيشو فات لان فيها الايه؟ الفوسفوليبيد. والفوسفوليبيد عرفنا في الاستراكشر بتاعها خالص من اول محاضره ان فيها نيتروجين وفوسفيت. جميل. طيب الاسم بتاعها ده الستورد فات، ده الاستراكشر فات. الاماونت بتاعتها ده فاريبل اليمنت، ده كونستانت اليمنت. طيب الاكسرسايز والاستارفيشن، يعني عامه ايه الحاجات اللي هتاثر عليه؟ ده ما بيتاثرش بحاجه، ده تنح ما بيتاثرش باي حاجه، لكن الديبوت فات لا بتتاثر بتقل. تمام. لانها هنا في الاكسرسايز والاستارفيشن الجسم محتاج طاقه، خلص الجلوكوز وخلص الجلايكوجين. جميل. هيرجع بقى يتحول هيحول على الفات ويكسر الترايجلسرايد لفري فاتي اسيد وجليسرول، والفري فاتي اسيد دي هيحصل لها اوكسيديشن وتديني طاقه. طيب انا كده خلصت اللايبوجينيسيس واللايبوجينيس اللايبولايسيس. نبدا بقى في عمليه تصنيع الفاتي اسيد. انا كنت بقول ان انا بجيب الفاتي اسيد واعمل له اكتيفيشن وادخله في تصنيع الترايجلسرايد. طيب هو الفاتي اسيد ده هكونه ازاي او هيتصنع ازاي؟ قال لك عندنا ثلاثه سيستم داخل الجسم، ثلاثة سيستم داخل الجسم. أهم سيستم هو الإكسترا ميتوكوندريال سيستم، ماشي؟ أو السيتوبلازمك، يعني بيتم في السيتوبلازم من اسمه. عندنا في حاجة الميتوكوندريال، في حاجة اسمها مايكروسومال، وفي حاجة اللي هو الإكسترا ميتوكوندريال. ده من اسمه بيحصل في الميتوكوندريا، ده في الميكروسوم، ده في السيتوبلازم. ركز بقى معايا، أنا دايما هبدأ بده. قال لك ده هو الدينوفو سينسيس أوف فاتي أسيد. كلمة دينوفو يعني التصنيع الرئيسي او الاكشوال سينسس. ليه؟ لاني انا بجيب بركرزه صغير خالص اللي هو الاسيتيل كو اي، وافضل اكبر فيه اكبر فيه اكبر فيه اكبر فيه لحد ما يوصل للفاتي اسيد الكبير اللي هو البالميتك اسيد مثلا. يعني ببدا من بركرزه صغير واكون الفاتي اسيد، عشان كده ده اسمه دي نوفو سينسس اوف فاتي اسيد، هي ستيب وايز اديشن اوف تو كربون اتوم. حلو. طيب انا هجيب اسيتيل كو اي، حلو، واضيف له، واسيتيل كو اي ده 2 كربون، هضيف له في كل خطوه 2 كربون. طيب مين الدونر بتاعي؟ مين اللي هيديني الايه؟ ال 2 كربون دول؟ قال لك المالونايل كو ايه هو المين كربون دونر. طيب
انا ضفت 2 كربون وانا مش بضيف 2 مثلا سي اتش 2، مش انا مش بضيف كربون بس، طب هجيب الاتش هات منين؟ قال لك من النت بي اتش. حلو، يبقى ده هو الاساس عندي وده اللي هندرسه. طيب نيجي بقى للميتوكوندريا والميكروسومال. الاثنين دول elongation of pre-existing fatty acid. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي فاتي اسيد كبير مثلا 14 كربون، هزود له 2 كربون بس وخلاص. يعني لازم شرط اساسي في التو سيستم دول، في الميكروسومال والميتوكوندريال، ان يكون عندي من الاساس فاتي اسيد كبير وانا ازود له بقى براحتي. حلو، لكن في الاكسترا ميتوكوندريال لا، ده انا بادئ باستايل كو ايه، ما هوش فاتي اسيد اصلا. حلو، وايه وابدا بقى اكبر في الكربونات، اكبر في الكربونات لحد ما اوصل للايه، للفاتي اسيد بتاعي. يبقى اهو specific for elongation of pre-existing fatty acid by addition of two carbon atoms. نفس الكلام هنا، البالميتك اسيد لو كبرته الى ستيريك اسيد. طيب الاختلاف بقى بين الاثنين دول في الدونر، انا زودت هنا 2 كربون، مين الدونر بتاعي؟ قال لك الاستايل كو ايه، ومين الدونر هنا؟ هو الميكروسومال زي الاكسترا ميتوكوندريال، هو المالونيل فوق انزيم ايه، وكله النات بي اتش بجيب منها الاتشات بتاعه الكربون. حلو، يبقى دول الثلاثه سيستم اللي مسؤولين عن تصنيع الفاتي اسيد داخل الجسم. وركز لي قوي على الاكسترا ميتوكوندريال، هو الدينوفو سينسز او الاكشوال سينسز، وحته الدونر دي بتيجي في الصح وغلط، والامتحان السنه دي في الجزء ده هيكون صح وغلط وماتش. طيب تعالوا نبدا بقى، اهو ده نوت اكشوال سينسز، ده نوت اكشوال سينسز، ده الاكشوال سينس. تعالوا نبدا بقى في الاكسترا ميتوكوندريال سينس. الكاركترز دي كلها قلناها، سيتوبلازميك، ودي دي نوفو سينسز، اكشوال سينسز، ديفينيشن برضو قلت لك هي تصنيع الفاتي اسيد من الاستيل كو اي. قال لك بقى الاساس عند اللي بيتكون مين؟ هو البالميتك اسيد 16 قرن. طيب السايت بتاعه طبيعي في السيتوبلازم، لان بقول لك اكسترا ميتوكوندريال ومش في الميكروسوم. مين الانزيم بقى اللي بيعمل الحته دي بقى؟ اسمه مالتي انزيم كومبلكس، يعني مجموعه انزيمات كده مع بعضها كده يا دكاتره مشتركين مع بعض، بيبقى فيها زي ايه، زي حاجه اسمها دومينز. يعني ايه دومين؟ يعني اجزاء كده، ده جزء دي هيدروجينيز، ده جزء مثلا فوسفوريز وهكذا. حلو، طب تعالوا نشوف تركيب المالتي انزيم كومبلكس ده بقى. قال لك المالتي انزيم كومبلكس ده اهو اسمه فاتي اسيد سنسيتيز. جميل، بيكون عباره عن الانزيم هنا وماسك فيه تو سايول جروب، تو سايول جروب اس اتش دي، او السايول جروب دي واحده بريفرال يعني ناحيه بره، دي بتشيل الاسيتايل جروب. ركز، البريفرال تشيل الاسيتايل. حلو، عشان ما تنساهاش اعرفها بكلمه بابا، بي اي، بي اي بابا، البريفرال تشيل الاسيتايل، اما السنترال تشيل المالونايل. ماشي، السنترال تشيل المالونايل. طيب بص كده، ادي الانزيم اهو الاس تفقد الاتش بتاعتها، ماشي، مع الاسيتايل، تفقد الاتش بتاعتها وترتبط بالايه، بالاسيتايل ايه جروب. وهنا نفس الكلام المالونايل، حلو، تفقد الاتش بتاعتها او الاو اتش مثلا ويديني الايه، المالونايل جروب تمسك في الايه، في السنترال اس اتش. طب ده كان تركيب الاسيتايل مالونايل انزيم. تعالوا بقى نشوف الخطوات. اول حاجه انا قلت لك هنا الدونر بتاعي هو المالانايل كو اي وما تطلعش من دماغك. طيب انا عايز اكون بقى ده، اكون ده اهو الاسيتايل مالونايل انزيم ده. قال لك اول خطوه هكون المالونايل كو اي، هكون المالونايل كو اي. بص كده معايا هجيبه منين؟ قال لك من الاسيتايل كو اي، يبقى انا هبدا بالاسيتايل كو اي اهو. حلو، الاسيتايل كو اي ده لو بصيت للاستراكشر بتاعه وبصيت للمالونايل كو اي، هتلاقي ان الفرق بين الاثنين ان في مجموعه سي او او اتش زياده في المالونايل. يعني ده 3 كربون اتوم، ده 2 كربون اتوم. يبقى انا عشان اكون مالونايل كو اي محتاج كربون دايوكسيد او محتاج مجموعه سي او اتش، يبقى انا هضيف سي او 2 بالكربوكسيليز انزيم. حلو، وده الخطوه دي هتحتاج اي تي بي، تتحول لاي دي بي بوجود البيوتين. الاسيتايل كو اي هيفقد الاتش بتاعته، حلو، وايه، ويمسك في مجموعه السي او 2 ويكون لي المالونايل كو اي. طيب بعد كده بقى عايز
افهم معايا، انا دايما لما باجي اكون الاسيتايل مالونيل انزيم بشتغل الاول على البريفرال على ناحيه بره، وبعد كده بشتغل على السنترال الايه اللي هي الوسطيه. اول حاجه هكون الاسيتايل انزيم، هجيب الاسيتايل كو انزيم ايه وايه وامسكه في البريفرال اس اتش. بص كده، اس سي او اي تاخد الاتش وتخرج في صوره كو اي اس اتش واربط بقيه المركب اهو. ادي الاي دي ماليش دعوه بيها خالص، بقول على الانزيم هنا اسمه اسيتايل ترانسبريز، يديني اس. ما انا الاس زي ما هي، الاتش خرجت مع هنا، جميل. يبقى الاس يمسك في باقي المركب يديني اس سي دوت بوند او سي اتش 3، ده اسمه اسيتايل انزيم. طيب الخطوه اللي بعد كده عايز اكون الاسيتايل مالونايل انزيم والبالميتيك اسيد. ركز بقى معايا، هجيب المالونايل كو اي اللي انا كونته من الخطوه الاولانيه ونفس الكلام هربطه بقى في الايه؟ في الاسيتايل او مش في الاسيتايل، في الاسيتايل انزيم، واخرج الاتش تخرج لي كو اي اس اتش واربط بقيه المركب يديني الاسيتايل مالونايل انزيم. ابدا بقى انا هعمل بقى ايه؟ اتكون لي الاسيتايل مالونايل انزيم، هكون البالميتيك اسيد. اكونه ازاي؟ هفضل انقل في مجموعات بحيث ان انا اكبر السلسله دي اللي هي في البريفرال، اكبر سلسله الكربونات دي بحيث ان انا اكون البالميتيك اسيد. نشوف ازاي. ادي الاسيتايل مالونايل انزيم بانزيم الكربوكسيليز الاول. ايه اللي هيحصل بقى يا دكاتره؟ ركز معايا. اول حاجه هخرج الكربون دايوكسيد اللي بتاعه المالونايل كو اي، جميل. وبعد ما اخرجها هعمل ترانسفيريشن، يعني هعمل او ترانسفريز، يعني هنقل مجموعه السي دبل بوند او سي اتش 3 وامسكها في بقيه المركب ده. بص كده، يعني هيبقى لي هنا الاس اتش بريفرال خالص اهي موجوده، يديني اس سي دبل بوند او سي اتش 2 اللي هي موجوده اصلا، ويتكون سي دبل بوند او سي اتش 3 اللي هي ان انا نقلتها من البريفرال الى السنترال، يديني بص كده بيتا كيتو اسايل انزيم. ادي بيتا كيتو اسايل انزيم. اعمل ايه بقى؟ ركز معايا، هشتغل بريدكتيز انزيم. الريدكتيز ده هيعمل ايه؟ شفت الكيتو جروب ده اهي، هيحولها للالكحوليك جروب، يبقى السي دبل بوند او تتحول لايه؟ لسي اتش او اتش. هيجيب الاتشات منين؟ من النات بي اتش زي ما قلنا، اللي هو الدونر بتاعت الهيدروجين عندي. يبقى المين هيدروجين دونر في تصنيع الفاتي اسيد هو النات بي اتش. طيب بعد كده اكون دبل بوند هنا، اكون دبل بوند هنا، يعني اشيل اتش من هنا او اخرج ميه، قصدي عامه اخرج ميه، يعني او اتش تخرج واتش من هنا، ويتكون لي دبل بوند هنا بالهيدراتيز انزيم ويخرج لي ميه يديني الفا بيتا انساتيوريتد. اهو دي الالفا، الفا كربون بيتا انساتيوريتد اسايل انزيم، حلو، دي بالهيدراتيز انزيم. بعد كده شفت المجموعه دي احولها لساتيوريتد جروب عن طريق ان انا اضيف اتشات، برضو اضيف اتش هنا واضيف اتش هنا بالنات بي اتش برضو للهيدروجين دونر بريدكتيز انزيم، يديني اللي هو المركب اللي قدامك ده. بص بقى كده معايا، شفت المجموعه ده اهي، هي موجوده في الايه؟ في البريفرال، صح ولا لا؟ موجوده في البريفرال، سوري، في موجوده في السنترال، هنقلها للبريفرال بالاسايل ترانسفيريز انزيم. الاسايل ترانسفيريز بص بقى، نقلها لهنا اهو، سي دبل بوند او سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3. يبقى بص انا كده كنت بادئ باسيتايل كو اي في البريفرال، صح؟ الاسيتايل كو اي كان اس سي دبل بوند او سي اتش 3، زودت 2 كربون، جميل جدا. هفضل بقى اعيد الخطوات اللي فاتت دي كلها، كل خطوه تضيف لي 2، كل خطوه تضيف لي 2 لحد ما يديني البالميتايل انزيم. يعني هنا هيبقى في كام؟ 16 كربون. هيبقى في كام؟ 16 كربون. سيبك من حته ريبيت ستيبس 7 تايمز زي ايا كان، انا يهمني هنا ان يكون في 16 كربون وخلاص. اعيد الخطوات لحد ما اوصل، ممكن تكتب له كده ريبيت ستيبس انتل 16 كربون از ايه از فورمت، حلو، يديني البالميتال انزيم. البالميتال انزيم دي يعني انزيم السنترال بتاعته فري، والبريفرال هي اللي فيها الايه؟ البالميتال جروب. اعمل بقى بالريدكتيز انزيم، هيقوم ايه؟ فاكك المجموعه دي خالص ويديني البالميتيك اسيد، جميل. وبعد كده يبقى لي الفري انزيم او المالتي انزيم كومبلكس، يرجع تاني يعمل لي فاتي اسيد جديد وتستمر العمليه بتاعتي، جميل. يبقى ده كده انا كونت البالميتيك اسيد، دي اتعدلها الاسيد مش اي اي سي دي، لا اسيد، كونت البالميتيك اسيد من بركرزر صغير خالص اللي هو
الاسيتيل كو اي، وبفضل تزود في ذرات الكربون 2 كربون بالايه بالمالونايل كو انزيم اي عن طريق المالتي انزيم كومبلكس، واوصل في الاخر للبالميتك اسيد. كده خلصت محاضرتنا يا دكاتره، محاضره سهله، انا شايف ان هي ما فيهاش اي حاجه. حلو، شكرا يا دكاتره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.